يا صباح الفل، النهارده هنتكلم عن موضوع العمل الاسود في المانيا او زي ما بيتقال عليه شفارتس اربايت بكل تفاصيله، وفي نقط مهمه عايزين نتكلم فيها وهنوضحها علشان ثلاث ارباع الفيديوهات او معظم الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب مش بتحصر كل النقط دي في فيديو واحد، او في نقط حتى في ناس مش بتتكلم فيها. فيلا بينا علشان نفهم الموضوع ده ماشي ازاي، وايه فوائده وايه اضراره وايه خطورته وايه التوابع اللي هتحصل بعد كده لو حصلت عواقب في الموضوع ده. فيلا بينا. في الاول خلينا نتكلم عن العمل الاسود ده هو عبارة عن ايه في الاساس. يعني انا عايز اعرف دلوقتي يعني ايه عمل اسود اصلا، او ايه العمل الاسود ده علشان انا ما اعملوش. العمل الاسود ده باختصار اللي انت تكون شغال بدون عقد عمل، يعني بدون علم الدولة، يعني تكون ما بتدفعش ضرائب، يعني تكون بتاخد فلوس من الدولة وانت راجل شغال وبيجيلك بالفعل دخل وانت مش معرف الدولة بحاجة زي كده. هو ده باختصار اللي بيتقال عليه العمل الاسود او الشفارتس بايت هنا في المانيا. في ناس كتير بتقولك انا لما اروح المانيا هشتغل اي شغلانتين تلاتة وعادي، هجمع فلوس وهدورها وهعمل واسوي، والاحلام بتيجي في دماغ الواحد قبل ما بيجي الدول هنا او قبل ما بيروح اوروبا بشكل عام، وبيبدأ يكتشف كل التفاصيل. وفي ناس تانية بتقولك عادي انا اشتغل شغلانة بعقد وجنبيها اشتغل شغل اسود علشان ازود دخلي، والدخل اللي يجيلي من الشغل الاسود ده انا مدفعش عليه ضرايب. وفي ناس بيكون قدامها فرص الشغل وتقدر ان هي تشتغل وتحسن دخلها، بس يقولك يا عم وانا اشتغل ليه؟ طب ما هي ما الجوب سنتر بيديني فلوس، انا اشتغل واتعب نفسي ليه لما انا باخد فلوس من الجوب سنتر؟ ولو انا اشتغلت هاخد هي نفس الفلوس، بس هينوبني ايه غير اللي انا هتبهدل وهصحى بدري من النوم ومدير يرخم عليا ولازم التزم بالمواعيد والكلام ده كله. انا اخد فلوس من الجوب سنتر واشتغل والفلوس اللي تجيلي من الشغل ده تخش ليا في جيب لوحدي من غير ما ابلغ الدوله ومن غير ما يتعمل لي سجل ضريبي وادفع الضرايب والكلام ده كله. ده الشغل الاسود، وهي دي النقطه اللي بتتسمى بالشغل الاسود، ان انت يكون بيجي لك دخل وانت بتجيب دخل برضو من مكان تاني ومن جهه تانيه من غير علم الدوله ومن غير ما تدفع ضرايب، او انت تكون شغال والدوله مش عارفه وما بتدفعش ضرايب. اللي بيعمل كده باختصار الفلوس دي بتجيله منين؟ يعني الجوب سنتر الفلوس اللي بيديها لك دي كفلوس بطاله، كواحد انت مفهمهم اللي انت مش لاقي شغل وهم بيصرفوا عليك، يعني من الاخر انت واحد اله على الدوله. لما انت بتكلمهم وبتقول لهم اللي انت مش لاقي شغل ومحتاج فلوس المعيشه مع انك شغال وبيجي لك دخل وانت مش معرف الدوله ومش بتدفع ضرايب، في الحاله دي هم بيدوك فلوس من الضرايب اللي الموظفين والعمال بيدفعوها بالفعل. كل واحد شقيان وتعبان وبيدفع ضرايب، جزء من الضرايب ده متخصص للبطاله، فبيجي لك منه انت وكل الناس اللي بتعمل كده وكل الناس اللي فعلا عندها بطاله جزء من الفلوس دي من غير ما انت تعمل اي حاجه وانت قاعد في البيت، او لو انت شغال شغل اسود وعايز تدخل لنفسك الدبل مثلا. زي ما احنا ما اتكلمنا عن الشخص اللي بيعمل كده وبياخد الفلوس دي، فهو كده بيخالف قانون الضرايب وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، بيخالف التلات قوانين دول في نفس الوقت وهو مش حاسس. او في ناس بتكون عارفه وفي ناس فعلا مش بتكون متخيلة حجم الموضوع، لأن هنا بيعتبر الموضوع ده نصب واحتيال على الدولة وعلى اقتصاد الدولة، لأن سنويا ألمانيا بتدفع ملايين للناس علشان البطالة، وفي ناس بيسموها غير مستحقة، يعني في ناس مش من حقها تاخد الفلوس اللي زي كده علشان الفلوس دي المفروض تروح لناس محتاجين بجد والناس دي بتاخدها. طيب أضرار الموضوع ده بقى إيه؟ يعني الموضوع ده اي نعم هو في ناس بتعمله والموضوع فيه خطورة وفي ناس بتعدي منه وفي ناس ما بتعديش، بس ايه بقى الخطورة في الموضوع وايه اضرار الموضوع جنب ان انت بيجيلك شوية فلوس زيادة او بتدخل لنفسك دخل زيادة؟ هنقسمهم على مرحلتين. اول مرحلة لو انت ما اتمسكتش خالص، ما حصلش اي حاجة خالص. وتاني مرحلة
لو انت اتمسكت وبدأت تخش في مسائلات قانونية، هنيجي لأول مرحلة نمسكها. طيب انت دلوقتي واحد شغال في الاسود بقالك زمن وبقالك فترة، او لسه شغال بقالك كام شهر بس. كل واحد فينا معروف اللي هو ليه ملف في ألمانيا زي السيفي بتاعك كده، حتى انت لما بتيجي تروح تقدم لشركة جديدة ولا حاجة بتقدم اللي مكتوب في السيفي ده. تمام، دلوقتي انت لما بتوصل البلد يدوك فرصة في الاول اللي انت تدور على شغل، تتعلم، تتأقلم، وبعد كده لما انت بتيجي تروح تجدد اقامتك بيسألوك وبيشوفوا عندك في الملف بتاعك ده انجازاتك من ساعة ما انت جيت، عملت ايه، اشتغلت ايه، كل اللي انت عملته من ساعة ما انت دخلت البلد. فطبعا لما بيبصوا في الملف بتاعك كده بيلاقوا طبعا صفر، بيلاقوك لا اشتغلت ولا دفعت ضرائب للدولة، ولا انت بتدرس، ولا تعلمت مهنة جديدة، ولا انت بتدور على شغل، ولا انت شغال، ولا انت اي حاجة خالص. لا، وفوق كده بيصرفوا عليك وبيدوك فلوس وبيأجروا لك والكلام ده كله. فانت زي ما انا ما قلت في الاول بتعتبر شخص عالة على الدولة وعلى المجتمع، وبيبقوا عايزين يتخلصوا منك في اي وقت لو الفرصة جت، او لو انت اتخطيت حدودك معاهم. برضو لو انت جيت تقدم في مكان محترم او في شركة، لما يبصوا ويلاقيك بقالك كذا سنة في المانيا وما اشتغلتش حاجة قبل كده، ده برضو حاجة سلبية هتبقى في ملفك مش كويسة. بعكس لما تكون انت وصلت المانيا قعدت كام شهر بس اتعلمت لغة ولا دورت على شغل وبعد كده لقيت شغل واشتغلت الشغل ده وبقالك فترة شغال، لما تيجي تروح مصلحة الاجانب تجدد اقامتك يبصوا كده عندك في الملف، لو والله الراجل شغال، الراجل بقاله كام شهر شغال، الراجل بيدفع ضرائب، الراجل شغال كويس في الابيض سليم، الراجل ده محترم، نعامله باحترام ونخلص له ورقه واللي هو عايزه. بس لما انت تكون شغال في الاسود وتروح ملفك زيرو، اولا هيعطلك اقامتك، ده اكيد 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 هيعطلك اقامتك ومش هتاخدها زي اي واحد عامل الخطوات دي. ولو انت عايز مثلا اقامة مفتوحة ولا جنسية ولا حاجة من الكلام ده برضو انساه، لان ده مش ملف هما هيدوك عليه اي حاجة ايا كانت، لان هما مش هيبقوا حابين وجودك في الدولة طول ما هما مش مستفادين منك وانت مش بتقدم لا للدولة ولا للمجتمع اي حاجة ايا كانت ايه، وحتى مش عارف تصرف وتعول نفسك. ده غير كمان ان لو انت وصاحب الشغل اللي مشغلك اسود عنده، لو اختلفتوا على اي نقطة او اي حاجة ايا كانت ايه الحاجة دي، وقالك مثلا انت ملكش عندي فلوس، انا نصبت عليك مش هديك اي حاجة من اللي احنا اتفقنا عليها دي بعد ما انت مخلصت لي الشغل، مش هتقدر تروح اي حتة تشتكيه، لان انت مش هتقدر تروح عند مركز شرطة او محكمة او قاضي او ايا كان وتقول له انا واحد شغال مخالف وشغال في الاسود واتنصب عليا، مستحيل. بيبقى من الاخر ملكش حق، وحقك يعتبر في ايد صاحب الشغل، يا يديهولك يا يضحك عليك، ولو ضحك عليك مش هتعرف تعمل معاه اي حاجة. تاني نقطة، مثلا لو لا قدر الله وحد شغال حصل حادثة في الشغل ولا حصلت اصابة ولا الشخص ده اتعور ولا ايا كان اللي حصل، اولا انت في حالة اللي انت هتكون شغال اسود فاكيد مش هيكون ليك تأمين صحي، فانت اللي هتتكفل مصاريف العلاج دي، صاحب الشغل مش هتكفل اي حاجة. لو انت الحادثة كبيرة وهتقعد في البيت فترة ومش هتنزل، فالحادثة دي برضو هتكلفك ان انت مش هتروح شغلك تاني، وان انت صاحب الشغل ده مش هيستنى عليك وهيجيب حد مكانك، ويبقى انت ما استفدتش حاجة وصرفت فلوس على علاجك ومفيش اي تعويض خدته من اي حد وخسرت شغلك في الاخر برضو. ده غير بقى نظرة المجتمع ليك، يعني انا ما اعتقدش، انا عن نفسي من وجهة نظر انا الشخصية ماليش دعوة بحد، ما اعتقدش ان انا احترم شخص انا عارف اللي هو في ايده اللي هو يشتغل ويتعب ويشقى ويجيب جنيه بالحلال بعد تعب، وهو قاعد في البيت ومعتمد على الفلوس الاعانة او الجوب سنتر اللي بيديها له وبياخد فلوس دي من فلوس الناس التانية اللي بتتعب. انا عمري ما احترم شخص زي كده، فبالتالي انت النظرة المجتمعية ليك مش هتكون كويسة، والناس هتبص لك ببصة انت مش هتحبها، والناس اللي هتكون قريبة منك مش هتكون محترماك. في ناس بقى بتقول لك ايه، يا عم تعالى اشتغل انت بس مالكش انت دعوة،
ولما تيجي تكبس الكبسة انا هطلعك من الباب اللي ورا، ما تقلقش انا هبقى واخد بالي والرجالة تبقى واخدة بالها، لو في حاجة انا هربك من الباب اللي ورا ده على طول، ولا من شاف ولا من دري. اللي انت متعرفوش ان هم علشان يخشوا عليك المحل او علشان يدهموك او قبل اصلا ما يقتحموا المكان اللي انت فيه بيبقوا عاملين عنك تحريات، وبيبقى جاي لهم بلاغات، وبيبقوا رصدين المحل ده وعارفين ان في حد شغال من غير عقد عمل، شغال اسود يعني، وكمان بتبقى متصور انت قبليها، بيبقى في ناس بتراقب المكان بقى لهم فتره مراقبين وتاكدوا 100% ان انت شغال من غير عقد جوه في المحل، علشان تكون اثبات ضدك لو انت جيت تنكر اللي انت كنت شغال او اللي انت كنت موجود هناك مثلا. ده غير اللي هو لما بيقتحم عليك المحل وانت شغال بيمسكك متلبس وانت بتمارس العمل الاسود ده برضو بجانب الدليل اللي معاه، لانهم عارفين هم بيعملوا ايه كويس جدا، ومش هياخدوا حد من غير ما يكونوا متاكدين اللي هو بيمارس عمل ممنوع او عمل اسود او ايا كان اللي هو بيعمله. فشيل من دماغك خالص فكره ان حد يقول لك تعالى واشتغل ولما يجوا انا ههربك وهتخلع والكلام ده كله، مستحيل انساه. طيب لو اتمسكت بقى، لو دي اول مره انت تتمسك فيها واول مره تعمل حاجه زي كده، هتخش في غرامة توصل ل5000 يورو على حسب نوع العمل او نوع الشغل اللي انت كنت شغاله وبقالك قد ايه شغال الشغل ده، توصل معاك لحد 5000 يورو على حسب هما ما يحددوها. ولو الموضوع ده تكرر ومسكوك تاني، الغرامة بتبقى ضعف الغرامة الاولى وبتوصل ل10000 يورو. اما بقى لو الموضوع ده تكرر تاني هيبقى فيها سجن وممكن تترحل على بلدك على حسب الموقف والحالة اللي انت فيها. وفي بعض الحالات بتتحرم من دخول ألمانيا لوقت معين، وكمان صاحب الشغل بيبقى متكفل اللي هو يصرف في عملية ترحيلك كل المصاريف. ده غير النقطة السوداء اللي بتضاف عندك في الملف ان انت كنت راجل شغال اسود، ودي من اسوأ النقط اللي ممكن تتحط عليك هنا في ألمانيا في ملفك، لان انت باختصار النقطة دي هتأثر عليك في كل حاجة. يعني لو انت لقيت شغل كويس وفرصة شغل كويسة فعلا وقررت اللي انت تلتزم، للأسف انت ملفك هيكون فيه نقطة سودة اللي انت راجل اشتغلت اسود قبل كده، فمفيش اي مكان محترم او اي شركة هتقبلك بالنقطة السودة دي، وطبعا هتأثر على تجديد اقامتك، ممكن الإقامة ما تتجددش أصلا، ممكن تترحل. طبعا لو أنت بتفكر في إقامة مفتوحة أو جنسية فتنسى الموضوع ده تماما بعد النقطة السودة دي. بعد كل اللي أنا حكيته لك ده، لسه شايف أو متخيل إن شوية الدخل اللي هيجولك زيادة عن المرتب أو الشوية اللي أنت هتكسبهم من غير ما تعرف الدولة يستاهلوا كل ده يحصل؟ يستاهلوا كم المخاطرة ده وكم المجازفة ده وكم العقوبات اللي هيحصل معاك ده؟ طب ليه ما تمشيش عدل ويبقى زيك زي غيرك زي اي واحد بيقوم ويتعب ويشقى في الجنيه او في اليورو او في ايا كان العملة اللي دخلاله في رزقه، بيصرف على اولاده بالحلال، بيلبس وبياكل وبيشرب بالحلال. انت سهل تقضيها وسهل تجيب فلوس، بس صعب تكون محترم، وصعب الناس تحترمك، وصعب انت تحترم نفسك قدام نفسك. ما تحاولش تفضل تسمع نفسك مبررات وتفضل تقول دي مساعدات، لو انا ما خدتش المساعدات دي الحياة مش هتكفي. انا اسف في الكلمة، البلد اللي انت جاي منها عمرها ما كانت هتعمل معاك كده، وعمرها ما كانت هتوفر لك فرص شغل وانت تقول لا، وعمرها ما كانت هتديك فلوس لو انت مش لاقي شغل. فانت المفروض تحمد ربنا على حاجة زي كده، وتتقي ربنا في اللي داخل لك ده، وتتقي ربنا في الناس ايا كان هم اوروبيين عرب مسلمين مسيحيين، ايا كان المكان اللي انت فيه او ايا كانت الدولة. ما تبررش نفسك وما تقولش يا عم ألمانيا مش هيفرق معاها الكام يورو اللي بيجولي، ويا عم اوروبا، ويا عم دول مش عارفة ايه. سيبك من الكلام ده خالص، وخليك ما بينك وما بين ربنا قدام نفسك، حلل الجنيه اللي داخلك او الرزق اللي داخلك اشقى فيه علشان ربنا يبارك لك فيه. معلش ممكن يكون الفيديو طول مننا شوية المرة دي، بس انا كنت حابب اوصل واوضح الموضوع، لان في ناس كتير ممكن ما تكونش قصدة تعمل حاجة زي كده، او في ناس جديدة، او في ناس بتفكر اللي هي تيجي وبتسمع عن ان في شغل انت ممكن تشتغل وما تدفعش ضرائب والكلام ده. فانا اتمنى ان انا اكون وضحت الفكرة للناس وفهمتهم جزء
من المخاطر بتاعة الموضوع وسلبياته، وإذا كان ليه إيجابية فهو في نقطة وليه 10 سلبيات وأكتر من كده بكتير، وهتأثر عليك تأثير طويل. فأتمنى إن محدش يمارس العمل ده خالص، ومحدش يشتغل في العمل الأسود، ومحدش يحصل معاه أي مشاكل في أي مكان إن شاء الله بإذن الله. وما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تشترك معنا في القناة علشان يشرفني وجودك، وعلشان تشوف بقية الفيديوهات. الفيديو ده بالذات عجبك وعجبك الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ياريت تعرفني ده بلايك تحت. السلام عليكم.